ازيكم يا دكاترة، ده الفيديو التاني ان شاء الله في شرح الجارز بتاعة الاندوكراين. الفيديو اللي فات خدنا اول خمسة دول خلصناهم، اول خمس جرات دول خلصوا. دلوقتي ان شاء الله في الفيديو ده هناخد اللي هو ايه الاربع جرات دول. تمام. طيب الاربع جرات اللي معانا الجاينيكوماستيا والكرونيك بريست ابسس والفايبروسيستيك ديزيز، عندنا منهم جرين. تمام. تمام. اول جار معانا باذن الله جار الجاينيكوماستيا اوف ميل بريست. طيب هو في حاجه بس عايزين نثبتها كده، احنا الاربع جارات ان شاء الله اللي هناخدهم في الفيديو ده كلهم هيبقى فيهم عنوانين ثابتين اللي هو السايت والسايس. تمام. انهم في الغالب عباره عن بارتس، اجزاء، مش يعني مش البريست كله، لا ده بارتس من البريست. تمام. طيب هنبدا اول حاجه بالجاينيكوماستيا زي ما قلنا اوف الميل بريست. طيب اول حاجه السايت بتاعي ده عباره عن ميل بريست. تمام. طيب الميل بريست ده هيبقى انلارجد، بس يعني الكلمه الزياده اللي هنكتبها في الكومنت ان هو انلارجد. طيب وطبعا بيبقى كفرد بالايه، بالسكن بتاعه زي ما احنا شايفين كده، ده البريست اهو انلارجد وكفر بالسكن بتاعه. تمام. طيب يبقى ده السايت بتاعي، احنا كتبنا السايت هنا في الجاينيكوماستيا كتبناه مرتين، الميل بريست، ومره كتبناه هنا ايه في الكومنت اللي هو الانلارجد بريست وان هو كفرد بالسكن. يبقى ده ايه السايت كتبناه مرتين. طيب بعد كده السايز بتاعي، السايز ممكن نقول مثلا ان هو 12 في 7 زي ما هو مكتوب عندكم كده. تمام. طيب بعد كده احنا جبنا البريست ده وعملنا له بايسبشن، يعني ايه قسمناه نصين. تمام. تمام. انا قسمته نصين علشان اشوف ايه، علشان اشوف التيومر ماس اللي موجود عندي جوه. تمام. او مش تيومر بقى، يعني الماس الموجودة عندي جوه في البريست. تمام. طيب اول حاجة هوصف السايز بتاعها، ادي الماس بتاعتي اهي، هنقول مثلا هي 6 في 3. تمام. طيب الشيب بتاعها اوفال ان شيب زي ما احنا شايفين كده. تمام. طيب الكالر بتاعها احنا لو خدنا بالنا لايت براون اهي، يعني لونها ايه بني فاتح كده. تمام. طيب يبقى احنا قلنا السايت والسايز، السايز سوري والشيب. طيب وخدنا الكالر، بعد كده الكونسيستنسي، الكونسيستنسي هنا افتكر انها لايت براون، لونها بني فاتح، يعني هتبقى فليشي في الكونسيستنسي، ودي اول واحده تبقى مختلفه عندنا من ايه في الكونسيستنسي. يعني اللي قبل كده كنا اغلبهم بنقول ان هم فيرم، لكن دي اول واحده نقول عليها انها فليشي ايه انكونسيستنسي. تمام. طيب الكبسول بتاعتي هنا قال لك هي عباره عن ايه انكابسوليتد ليجن. تمام. زي ما احنا شايفين كده، يعني ما فيش كبسول هنا. تمام. طيب بعد كده الكات سيكشن بتاعي، الكات سيكشن بتاعي فيه ايه بقى، الكات سيكشن قال لك فيه لوبيوليتد ايه سيرفيس، يعني زي ما احنا شايفين كده فيه لوبيول جوه. تمام. وده قصده بالايه، باللوبيوليتد كات سيرفيس. تمام. طيب والسراوندنج تيشو عباره عن الفايبرو فاتي تيشو العادي بتاع البريست. تمام. طيب يبقى انا في الجار ده اتكلمت عن ايه، اتكلمت اول حاجه عن السايت، اتكلمت عن السايت مره فوق ومره اتكلمت عليه في الكومنت نفسه. تمام. بعد كده اتكلمت عن السايز، بعد كده انا فتحت البريست ده عملت له بايسبشن او بايسبتد عشان اشوف ايه، عشان اشوف الايه الليجن بتاع اللي جوه. طيب الليجن انا اتكلمت عنه باتنين اس اللي هي السايز والشيب، بعد كده اتكلمت عن الاربعه سي بتوعي عادي اللي هو الكالر. تمام. الكونسيستنسي وقلنا الكونسيستنسي هنا مميزه فليشي، وقلنا وربطناها ان ربطناها بالكالر ان الكالر لايت براون يفكرك بلون اللحمه، وبالتالي هي الكونسيستنسي بتاعتها فليشي كانها لحمه. تمام. طيب بعد كده الكبسول قلنا ده انكابسوليتد، والكوت سيكشن اهم حاجه قلنا ان في لوبيوليتد سيرفيس وسراوندنج بالايه بالفايبرو فاتي تيشو العادي بتاع البريست. تمام. طيب الدايجنوز بتاعي عباره عن ايه، جاينيكوماستيا وفي الميل بريست. تمام. ده الجار بتاع تمام، ده الجار بتاع الجاينيكوماستيا اللي موجود في المتحف. تمام. الجار اهو، هو ممكن ما يكونش واضح هنا قوي، بس احنا ممكن نعلمه ان غطاء احمر والميه بتاعته ايه، يعني الميه بتاعته مش صافيه كده، ولو دققته هتلاقوا ان هو بايسبت ده اهو، بس هو طبعا مش باين من هنا اي حاجه، و الجار موجود في البريست هيبقى بايسبتد، والمفروض هتلاقي الاوفال ماس جوه، بس طبعا هي مش باين من هنا اي حاجه خالص.
تمام. فاحنا ممكن نعلمه ان هو احمر، ولو دورناه او عرفتوا تشوفوا الجار في المتحف وركزتوا فيه هتلاقوا فيه ايه الاوفل ماس واضحة جدا. تمام. تاني جار معانا ان شاء الله جار الايه الكرونيك بريست ابس. تمام. طيب ونركز هنا عشان الجار هنا واضح جدا، ولكن مش هيبقى واضح خالص في صورة الجار بعد كده ما نيجي نشوفها. تمام. طيب اول حاجة طبعا ده بريست، يبقى انا هتكلم عن العنوانين الثابتين بتوع السايت والسايز. تمام. قالك ده السايز، السايت بتاعي ان دي سلايس اوف البريست تيشو او بارت من البريست تيشو. تمام. طيب قالك البارت دي الحجم بتاعها، بعد كده السايز، السايز بتاعها كام؟ نقول 5 × 7. تمام. طيب اهم حاجة عندي بقى هنا بعد السايت والسايز هتكلم عن الكافيتي. تمام. طيب الكافيتي بتاعي ده انا هتكلم فيه على ايه؟ هتكلم فيه على السايز بتاعه، هتكلم عن الوول، هتكلم عن اللايننج، يعني هتكلم عن السايز بتاعه، هتكلم عن الوول، هتكلم عن اللايننج جوه، وهتكلم عن السراوندنج تيشو. تمام. طيب يبقى الكافيتي بتاعي اهو الشيب بتاعه راوندد كافيتي، السايز بتاعه 1.5 سنتي في الديامتر. بعد كده الوول بتاعه، هتكلم على الوول، الوول الثيكنس بتاعه 2 مليمتر. تمام. فايبرس وول طبعا، الكولر بتاعه جريش وايت ان كولر. تمام. بعد كده اللايننج، اللايننج شاجي نكروتيك تيشو، شاجي يعني تيشو يعني نكروتيك كده ومقطع ومهربت كده، مش شكله مش حلو يعني. تمام. وسراوندنج ببراونش اريا من الهيمرج، هي الحتت الصغيره دي اللي هي اللي مش باينه قوي دي. تمام. دي اكتر واحده هي تكاد تكون واضحه يعني. طيب يبقى ده الايه الكافيتي. يبقى انا الكافيتي اتكلمت على ايه؟ اتكلمت على الشيب، اتكلمت بعد كده على السايز بتاعه، اتكلمت عن البول. تمام. واتكلمت عن اللايننج، وبعد كده اتكلمت عن السراوندنج اريا اللي هي الاريا اوف الهيمج. تمام. بعد كده الريست اوف البريست تيشو، ده العنوان اللي بعد كده. الريست اوف البريست تيشو ده قال لك بيشو حاجتين، قال لك لوبيوليتد، نعتبر ان هنا لوبيوليتد يعني، بس برضو التصوير هنا مش حلو قوي فمش مبين اللوبيولز، وجريش بينك اهو ان كلر. تمام. الريست يعني باقي التيشو بتاع البريست في حاجتين، لوبيوليتد وجريش بينك ان كلر، وطبعا في حتت كتير من السمول فوكاي اوف الايه الهيمرج. طيب يبقى تعالوا نجمع الجار ده كده تاني. يبقى احنا اتكلمنا عن السايت بتاعي والسايز، بعد كده اتكلمت عن الكافيتي، ودي الحاجه الرئيسيه اللي انا هتكلم عليها. اتكلمت في الكافيتي ده عن الشيب، اتكلمت عن الشيب اهو، اتكلمت عن السايز، بعد كده اتكلمت عن الول. الول ده اتكلمت فيه عن ايه؟ السيكنس بتاعه، اللون بتاعه. تمام. طيب بعد كده اتكلمت عن اللايننج اللي هو النكروتيك تيشو، بعد كده اتكلمت عن السراوندنج ان فيها شويه ايه سراوندد باي براونش اريا من الهيمج. تمام. بعد كده العنوان الثالث بتاعي اللي هو الريست ايه تيشو اوف ذا بريست، يعني باقي نسيج البريست قلنا هيبقى فيه لوبيول وهيبقى ايه جريش بينكش ان كلر، جريش بينك ان كلر، وفي ايه سمول فوكاي من الهيمج كده في كل النسيج يعني الموجود عندي. طيب الدايجنوز عباره عن كرونيك بريست ابس. طيب ده الجار بتاعي اللي موجود في المتحف اللي هو الكرونيك بريست ابسس. هو طبعا الجار ده احنا للاسف يعني ما عندناش صوره توضح الكافيتي. تمام. هو كافيتي صغير خالص وهتلاقيه في جنب الجار. تمام. ولكن احنا هنعلمه هنا بالايه بالقطعتين اللي فيه دول. تمام. قطعتين اللي فيه دول تعرف ان هو ايه كرونيك بريست ابس، قطعتينهم تمام مميزين مش موجودين يعني في اي جار تاني، ولو قلبت الجار ممكن في الجنب هتلاقي ايه الكافيتي. تمام. بدل ايه الكرونيك بريست ابس. تمام. تالت جار عندنا اللي هو الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. هما عندنا جارين، فايبروسيستيك ديزيز ده وده برضو ايه فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست. طيب الجار الاولاني اللي هو الجار ده، هو الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم بس يعني حاجات بسيطه خالص، مش عارفه لون كلر. في واحد فيه اريا من الهيمرج، واحد فيه سيست كبيره، واحد فيه سيست صغيره. تمام. ولكن انا هنشرح ده لوحده وده لوحده علشان ده جار لوحده وده جار لوحده. تمام. لكن هو لو هتلاحظوا كده هتلاقي انه كله شبه بعض، الجارين دول شبه بعضهم يعني. تمام. طيب
اول حاجه الجور ده، تمام؟ قال لك زي ما احنا قلنا ده السايت ان دي عباره عن بريست ماس، تمام؟ طيب السايز بتاعها قال لك مثلا 3.5 × 2.5 × 2، ممكن تفرض اي حجم يعني، مش شرط الموجود هنا ده، تمام؟ طيب بعد كده عندنا السيرفس بتاعي. السيرفس بتاعي هو مش باين هنا قوي، ولكن بصوا السيرفس بتاعي بيشو مالتيبل نودولات اهو او نودولر. يبقى انا قلت السايت بتاعي، بعد كده قلت السايز، وقلت السيرفس بتاعي ان هو ايه نودولر، تمام؟ طيب بعد كده هتكلم عن الكالر. الماس دي تبقى وايتش ان كالر، لونها وايتش اهي، ده الفرق الاولاني، ان الماس دي هتبقى وايتش انما دي هتبقى يلوش ان كالر. وحتى على الجور هتلاقوا دي مبيضة قوي انما دي هتلاقوا لونها اصفر شويه، تمام؟ طيب يبقى دي ايه نقطه الفرق الاولانيه اللي هي الايه الكالر. طيب بعد كده الكونسيستنسي، زي اي حاجه في الدنيا فيرم، تمام؟ طيب بعد كده الكات سيكشن بتاعي، بقى هو قصده الحته دي. الكات سيكشن بتاعي هشوف فيه الحاجه المميزه بتاعتي بقى اللي هي السيست، تمام؟ مش احنا بنقول فايبروسيستك، الابيض ده اهو اللي هي الفايبرو. طيب انا عايزه اشوف سيستك بقى ايه، السيست دي، تمام؟ هنا السيست ده تاني فرق، ان السيست صغيره، تمام؟ يعني السيست اهي حجمها صغير، تمام؟ ودي برضو سيست اهي. قال لك ان الكات سيكشن هنشوف فيه ايه، اهم حاجه بقى اللي هي مالتيبل سيستس. السيستس دي حجمها يتراوح من 1 مليمتر لـ1.5 في 1 سنتيمتر ان دايمتر، تمام؟ يعني بصوا من حجم صغنن قوي لـ1.5 لـ1 ايه سنتيمتر ان دايمتر، تمام؟ يبقى تعالوا نجمع الجور ده تاني. احنا قلنا السايت، اتكلمنا عن السايز، بعد كده اتكلمت عن السيرفس بتاعها، تمام؟ اللي هو النودولر سيرفس. بعد كده اتكلمت عن الاربعه سي بتوعي عادي خالص. الكالر بتاعها قلنا ان ده النقطه الاولانيه اللي تفرق لي الجور ده عن الجور ده، ان الكالر هنا هيبقى وايتش وهيبقى واضح قوي في الجور. الكونسيستنسي هنا فيرم، تمام؟ ودي تاني حاجه، دي هتبقى فيرم توتالي فيرم، يعني دي هتبقى فيرم خالص. انما هنا قال لك الكونسيستنسي هتبقى ايه، لا ده بارشلي فيرم وبارشلي سوفت. طب ايه اللي خلاه كده بارشلي فيرم وبارشلي سوفت؟ قال لك عشان هنا السيستس بقى حجمها اكبر، فالسيست دي لما بقى حجمها اكبر خلت لك الكونسيستنسي شويه تبقى سوفت، تمام؟ يبقى احنا عندنا اول فرق هيبقى في الكالر، هنا تبقى وايتش، هنا هيبقى يلوش. تاني حاجه في الكونسيستنسي، هنا هيبقى فيرم خالص، لا ده هنا هيبقى بارشلي فيرم بارشلي سوفت. طيب الفرق التالت، قلنا ان في الكات سيكشن السيست هنا هيبقى حجمها صغير خالص، من 1 مليمتر لـ1.5 او 1 سنتي في الدايمتر، انما هنا هيبقى الحجم بتاعها يعني ايه كبير شويه زي ما احنا شايفين هنا كده، تمام؟ هي على فكره دي المفروض 1.5 × 1 ملي مش سنتي، تمام؟ عشان هي الاحجام صغيره خالص. طيب تمام، يبقى ده الايه الجور الاولاني. الجور الاولاني زي ما انا قلت لكم، اتكلمنا عن الكالر والكونسيستنسي. الكات سيكشن اهم حاجه زي ما قلت هيبقى فيه المالتيبل سيستس بتاعتي واللي حجمها صغير، تمام؟ طيب وطبعا الكات سيكشن هيبقى برضو وايتش في الكالر زي الايه زي الماس نفسها. طيب الدايجنوز بتاعي فايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، تمام؟ طيب تعالوا نشوف الجور ده بقى ونرجع تاني. طيب ده الفايبروسيستيك ديزيز، الجور رقم 11 اللي هو الابيض اللي انا قلت لكم عليه. خدتوا بالكم هنا لونه ابيض ازاي؟ لونه ابيض قوي، تمام؟ وهتلاقوا كده ايه في سيست صغيره كده، تمام؟ هو عباره عن ماس كده يعني ممكن نقول شبه السمكه مثلا يعني، تمام؟ طيب لو خدتوا بالكم بقى شوفوا الجور ده لونه اصفر شويه ازاي، ده فايبروسيستيك برضو، ده الجور التاني بقى بس ده شوفوا لونه اصفر، انما ده لونه ابيض، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. ده برضو انا هعرفه ازاي؟ زي ما قلت لكم ده يعني كاد يكون شبه السمكه، تمام؟ او الامبريو، تمام؟ والسيست الصغيره دي اللي عامله زي العين دي، دي اللي هت ايه واللون بتاعه، يعني هو في ثلاث حاجات، الشكل بتاعه اللي هو شبه الامبريو او شبه السمكه، واللون بتاعه الوايتش الابيض قوي، والسيست الصغيره الموجوده هنا، تمام؟ تمام. الجور التاني معانا في الفايبروسيستيك ديزيز اوف ذا بريست، واللي قلنا فيه ثلاث فروقات عن الجور الاولاني، ان هو هيبقى يلوش ان كلر، تمام؟ الكونسيستنسي بتاعته هتبقى بارشلي فيرم بارشلي سوفت، وفسرنا ليه بقى فيه بارشلي سوفت وبارشلي فيرم. بعد كده الكات سيكشن
برضو multiple cysts ولكن الحجم بتاعها هنا هيبقى اكبر. تمام. طيب تعالوا كده نشوف الكومنت على السريع. طيب الكومنت على السريع كده السايد برضو ده عبارة عن breast mass، قالك البريست ماس دي 6 × 3 × 2. تمام. بعد كده السيرفس بتاعها نودولر برضو عادي خالص زي اللي قبل كده. الكالر بتاعها هنا ناخد بالنا دي اول فرق ان هي تبقى يلوش وايت ان كالر، يلوش وايت. تمام. الكونسيستنسي تاني فرق ان هي partially firm partially soft. تمام. بعد كده الكات سيكشن برضو سيست عادي خالص زي اللي قبل كده multiple cysts، ولكن قلنا حجمها اكبر هنا من 1 مليمتر up to، يعني دي 1 مليمتر اهي. تمام. دي 1 مليمتر up to 7 مليمتر اهو في الديامتر. وفي حاجه كمان مميزه اللي هي الفقاي اوف الهيمرج، يعني ايه مش واضحه قوي ولكن ايه الحتت البراون شويه دي. تمام. طيب الدايجنوز بتاعي عباره عن ايه؟ fibrocystic disease of the breast. طيب ده الجار بتاعنا اهو في المتحف fibrocystic disease. الجار التاني هو جار كده صغير في علبة كده بغطا فضي. تمام. الماس دي زي ما قلت لكم مصفرة شوية عن الايه، عن الجار اللي قبل كده تحسوا كده لونها اصفر شوية. طيب الجار ده يعني زي ما احنا قلنا نعرفه ازاي؟ نعرفه ان هو عبارة عن جار كده في علبة مدورة. تمام. والغطا بتاعه فضي. تمام. هو ماس صغيرة كده لو بصيتوا برضو دققتوا فيها هتلاقوا الايه، هتلاقوا السيست. تمام. طيب ده الجار التاني اهو اللي هو اللي احنا قلنا لونه وايتش اللي هو شبه الامبريو ده او شبه السمك. تمام. وفي سيست الصغيره اهي واضحه قوي، يعني واضحه جدا فيها اهو. تمام. طيب سريعا كده هنقول الفرق بين الجار ده والجار اللي قبله. احنا عندنا تلات فروقات محوريه او رئيسيه في الجارين دول، الجار ده والجار اللي قبله ده. تمام. طيب الجار ده قلنا هيبقى وايتش ان كلر، ابيض خالص اهو، انما الجار ده لا، ده هيبقى ايه، يلوش وايتش ان كلر او يلوش. تمام. لونه اصفر. تمام. طيب الجار ده قلنا ان هو هيبقى الكونسيستنسي بتاعته فيرم، الكونسيستنسي بتاعته فيرم. طيب انما الجار ده هيبقى بارشلي فيرم بارشلي سوفت، وفسرنا ان البارشلي فيرم بارشلي سوفت دي عشان السيستس هنا بقى حجمها اكبر فادتك نوع من الايه، من السوفت في الكونسيستنسي. تمام. طيب يبقى ده الفرق الثالث. الفرق الثالث ان هي هنا السيستس هتبقى كبيره اب تو 7 ملم، انما هنا قال لك لا لا، ده هنا الايه السيستس صغيره خالص. تمام. طيب ده كده الفيديو الثاني بتاع الجارز، وكده الحمد لله يبقى الجارز خلصت. تمام. الجارز بتاعت السكاشن الموجودة لحد دلوقتي، انما لسه في جارز تاني. تمام. ان شاء الله الفيديو الجاي هنبدأ شرح الايه اللي هو السلايد.